مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشراتنا الرياضية. باش نحكيو على ليتوال، على سي اس اس، على أخبار اللاعب محمد أمين الحمروني، على اللي صاير في الأولمبي البيجي. ولكن البداية الحدث هو اللي يفرض نفسه، الفينال متاع ويمبلدون اليوم، واحد من أكثر الفينالات الممتعة في السنوات الأخيرة. بون بطبيعة بعد فينال جوكوفيتش ونادال في 2012 وقت اللي فاتت الماتش فات 5 سوايع، ولكن حتى الفينال متاع اليوم يظهر لي عنا فيها برشا فرجة. مازال كيوفيس سيت الرابع 2-2 ما بين الزوز ما بين جوكوفيتش والكاراز. الكاراز كان ربح السيت الأولى 6-1 وكان خسر السيت الأولى 6-1. السيت الثانية كان ربح الكاراز ذا جوكوفيتش 7-6 تاي بريك، ثم السيت الثالثة 6-1 لجوكوفيتش، ولا السيت الرابعة مازالت كيوفيت 6-3 هكا يوليو 2-2. خلينا نعاودوا سعر الريزلتا خاطر كثروا علينا الارقام. 6-1 لجوكوفيتش في السيت الاولى، 7-6 تاي بريك بالنسبه لالكاراز في السيت الثانيه، ثم السيت الثالثه 6-1 لالكاراز، وفي السيت الرابعه اللي تو فات 6-3 لجوكوفيتش. الحقيقة برشا أرقام مهمة، خلنا نعطي رقم مهم برشا. 19 مرة في فينال جوكوفيتش يربح السيت الأولى ويكمل في يربح السيت الأولى، شنو يصير في البيلون تاعو على 19 فينال اللي ربح فيهم السيت الأولى؟ 15 مرة ربح وثلاثة مرات خسر. ثلاثة مرات اللي خسرهم كانوا ضد نادال في 2014 في رولون جاروس، كيف كيف في رولون جاروس 2015 ضد فافرينكا، وفي اليو اس اوبن 2016 ضد فافرينكا زاد كيف كيف. واليوم ربح السيت الأولى، تو نشوفوا شنو باش يصير. ولكن حتى التو 2-2 الكاراز ربح كان لقب واحد في مسيرته كلها كان في الياس وبين. ولكن نوفاك جوكوفيتش اللي عنده 23 جران سلام يبحث عن رقم فريد من نوعه. شنو الرقم ذا؟ اليوم كان يربح جوكوفيتش يولي عاد الرقم القياسي لروجي فيديرير في الفوز بالتورنوا دي ويمبلدون. 8 مرات روجي فيديرير، 7 مرات جوكوفيتش، 7 مرات بيت سامبراس، و7 مرات وليام رينشاو. المباراة كما قلنا مازالت متواصلة، تنعملوا تحيين بعد للنتيجة. فقط باش نعطيه قداش عندهم يلعب، وعندهم 3 سوايع كيكا، عندهم 4 سوايع، 3 سوايع و56 دقيقة، يعني 4 سوايع يلعبوا في فينال. بون صعيب شوية كان يخلطوا للركور نتاع فينال جوكوفيتش نادال 2012 في الجرون سلام وقت اللي عملوا 5 سوايع. تو في آخر نشرة نعطيو التحيين. إذا زوز مجموعات لكل لاعب ما بين الكاراز المصنف أول عالمين وجوكوفيتش المصنف ثاني عالمين. نرجع لتونس ونرجع لكرة القدم التونسية ومشاكلها وحكاياتها الباهية والخايبة. جلسة منتظرة اليوم ما بين المدير الرياضي النجم الرياضي الساحلي زياد الجزيري والمدرب فوزي بن زرتي من أجل حسم مستقبل المدرب مع النادي. اتفاق مبدئي كان حصل منذ فترة، والقرار النهائي باش يتم اتخاذه اليوم، علما وكون النجم الرياضي الساحلي يستأنف غدوة التمارين. محمد أمين الحمروني باش يجتمع نهار الثلاث مع الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي. باش يتم بعد الاجتماع هذا ضم باش يتم بعد الاجتماع هذا اذا باش يمضي محمد أمين الحمروني عقد ب3 سنوات، علما وكونه محمد أمين الحمروني كان فسخ عقده مع النادي الرياضي الصفاقسي بعد المشاكل اللي صارت ما بينه هو ولا السياسي. اذا محمد أمين الحمروني اصبح لاعب حر، وبالتالي عنده الحق يصحح في الاتوال. العقد باش يكون لمدة 3 سنوات، والاجتماع باش يكون نهار الثلاث هذايا. في النادي الرياضي الصفاقسي هيئة الفريق ستقوم باستئناف قرار لجنة النزاعات بالفيفا الخاص بقضية اللاعب النيجيري تشيجوكو نماندي أكينوتو، والقاضي بإلزام النادي بدفع ما يناهز 240 ألف دولار للاعب النيجيري. السي اس اس يأكد بكونه يملك عنده ورقة فيها وثيقة فيها فسخ عقد من طرف اللاعب وحصوله على مستحقاته، ولكن اللاعب مازال يطالب كونه ياخو حقوقه، ويقول كون الورقة هذه ما أمضيتش عليها. تو بعد في ريكاب سبور مع زميلي اسكندر ثم أكثر تفاصيل على الموضوع هذايا. وفي الأولمبي البيجي المدرب الكرواتي ميرساد أومير هوجيك مش باش يكون متواجد غدوة في انطلاقة التدريبات بعد عودته لبلاده بسبب ظروف عائلية. طارئة الهيئة منحت المدرب 3 أيام من 3 أيام حتى ياخذ فيه قرار، وإلا باش تبحث عن مدرب جديد. التمارين باش تنطلق غدوة تحت إشراف صابر المحمدي، جمال بن سالم ومحمد سومر. في مانشستر يونايتد إريك تان هاغ وبقرار منه هو قام بسحب الشارة من المدافع آري ماغواير. ماغواير قال كونه حزين جدا لأنه تم سحب شارة القيادة من عنده هو، ولكنه يحترم قرار المدرب. هو حزين جدا ما تم برشا من جماهير مانشستر يونايتد، على الأقل نعرفون في تونس في السليل متاع مانشستر يونايتد فرحانين برشا كونه آري ماغواير باش يتم من عنده سحب شارة القيادة. في المقابل حنا بعد المجم باش يكون موجود في التور اللي باش تعمله
مانشستر يونايتد في ستيتس في امريكا في كاليفورنيا واوستن باش يكاوروا باش يلعبوا ضد ريال مدريد باش يكاوروا زاد ضد بوريسيا دورتموند وارسنال في التور هذا وحنا بعد المجري باش يكون موجود في قائمه مانشستر يونايتد. تحيين صغير للنتيجة متاع الفينال متاع ويمبلدون ما بين الكاراز وديوكوفيتش السيت الخامسة مازال كي بدأت مازال 0-0 ونذكروا كونه زوز ملعبية كل واحد فيهم ربح دو سيت كل واحد ربح زوز مجموعات وعندهم توا أربع سوايع ملي يلعبوا ثلاثة سوايع و 59 دقيقة ملي بدأت ويمبلدون. كما قلنا الكاراز يبحث على أول لقب لي في ويمبلدون وديوكوفيتش يبحث عن ثامن لقب لي في ويمبلدون وإذا كان يفوز باش يربح باش يولي يعادل رقم قياسي للروجي فيدرر عنده 8 ألقاب في التورنوا ويمبلدون.